في حديث شديد الوضوح من فخامة الرئيس، مش بس أمام الحاضرين ولكن أمام الكل، يعني لكل المتابعين سواء إذا كانوا في الداخل أو في الخارج، حول الدور المصري وما يحدث. سواء إذا كان في كلام الرئيس حول الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وادعى الوقف إطلاق النار في غزة، مسألة خطورة اتساع نطاق الصراع إلى آخره. خلوني هنا أخذ معايا على التليفون بكل ترحيب الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير الشروق. طبعا اهلا بيك يا استاذ عماد. اهلا يا استاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. تحياتنا ليك استاذ عماد. يعني كلمه الرئيس النهارده كانت شامله جامعه، وكان حديث فيها على الاقتصاد المصري ومستقبل الصناعه المصريه من جهه، وايضا حديث بالتاكيد عن ما يحدث في غزه والدور المصري، واشار الرئيس بجمله واضحه جدا: مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس. كيف رأيت واستمعت لكلمة الرئيس النهاردة؟ أولا أجدد يعني أهلا وسهلا بيك وكل السادة المشاهدين. أنا أظن الرسالة الأساسية النهاردة اللي فهمتها، أنا كنت موجود في القاعة، اللي هي طمأنة المصريين. الرئيس السيسي كان يريد طمأنة المصريين، وقال ما معناه أنني أتابع ما يكتب وأتابع وسائل التواصل وأشعر بخلقكم، لكن أقول لكم اهدأوا، ركزوا، لا تخلقوا، البلد في أمان. ودي رسالة في منتهى الأهمية، يفترض أن تكون قد وصلت لأي شخص. والشعور القلق أنا أظن أنه كان شعور طبيعي جدا بالنظر إلى كل ما تردد وقيل من أول بداية العدوان الإسرائيلي حتى صباح الجمعة، حينما سقطت بعض المخطوفات والأجسام الغريبة فوق نويبع أو طابة، وبعض المصريين طبعا شديد القلق على ممكن التطورات التي تحدث في المنطقة في المرحلة المقبلة، خصوصا فكرة اتساع الصراع، وده شيء حذر منه الرئيس السيسي أكثر من مرة. رسالة الطمأنة رسالة في غاية الأهمية لكل مصري. مصر ده ذات السيادة لا تمثل، موجهة للجميع بالمناسبة، جميع من يفكر في انتهاك السيادة المصرية. وبطبيعة الحال يعني لا أريد أن أفسر أكثر من ذلك، لأنه هناك أطراف بطبيعة الحال تريد توسيع، يعني الإسرائيليين يريدون الاستفراد بغزة، يريدون تدمير غزة عن بكرة تاريخ، يريدون تهجير الفلسطينيين إلى من غزة إلى سيناء ومن الضفة إلى الأردن. وهناك أطراف أخرى ربما تسعى إلى محاولة التدخل لتخفيف العبء على الفلسطينيين في غزة. رسالة الرئيس كانت واضحة، يعني جمعت بين حاجتين فيما يتعلق بغزة. الجزء الأول هي رسالة الطمأنة، والجزء الثاني هي أن مصر تواصل بذل الجهود السياسية، وبطبيعة الحال لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل بشأن هذا الأمر من قبل السيد الرئيس، لأنها أمور ما زالت قيد التحضير. وبدأنا نسمع تفاصيل من أطراف أخرى بما فيها الأطراف الإسرائيلية التي تتحدث ربما عن يعني مباحثات للافراج عن الاسرى. والمقاومه الفلسطينيه اليوم اعلنت بوضوح انها عرضت مقترحا بمبادله كل سجنائها في السجون الاسرائيليه الاسرى غزه. ارى انه لا يمكن ان نفصل هذا الامر عن الرساله الاخرى المتعلقه بالاقتصاد، لأنه رسالة الاقتصاد هي أيضا امتدادا لمسألة رسالة الطمأنة العامة التي يتحدث عنها الرئيس. بالضبط، لأنه بعض الناس يا يوسف النهاردة، حد يعني زميل عزيز بيقول هو كان المفروض كان في هذه الاحتفالات، بقول له بالعكس، يا ريت عندنا كل يوم معرض وملتقى اقتصادي وشركات اقتصادية صناعية ومصانع تطلع، لأنه ده أفضل بالمناسبة، ده لا يقل أهمية عن ان يبقى عندنا جيش قوي، يبقى عندنا سلاح قوي. بمعنى ان انا كل مكان لو انا عندي كل يوم مصنع، يعني معناها ان بيشغل ايدي عامله، يعني معناها انه في تقليل عدد البطاله، تقليل حجم الاستيراد، زياده في حجم الصادرات، مزيد من العمله الصعبه، امن قومي في الصميم. وبالتالي النهارده الرئيس اتكلم بتوسع، شجع الناس اللي طلعوا، النماذج اللي طلعت على المسرح النهارده واتكلمت عن المشروعات والمبادرات بتاعتها بالشراكه مع مبادره ابدا. والرئيس كان الكلمه تقريبا الاساسيه اللي قالها لكل الذين صعدوا على المسرح: نحن او الدوله مستعده لدعمكم بكل ما يمكنها من اجل زياده حجم ما تقومون به.
وتطرق ايضا الى جزء هو يرد على اقتراح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات فيما يتعلق ب انشاء فقط مدى اتقان العمال العمال او الموظفين او العاملين عموما لعملهم. احنا كدوله وكل الاجهزه المعنيه والوزارات والهيئات مدارس والجامعات هل هي معنيه برفع مستوى وكفاءه العامل او الطالب او كل من يعمل؟ وكان جادا في هذه الكلمه انه بطبيعه ما يعني انه هناك حاجه شديده جدا لتكثيف العمل في هذه الجزئيه، لانه لا يمكن الحديث عن نهضه حقيقيه بدون عناصر يعني قوى عامله مدربه ومؤهله وكمان عندها حب للبلد، حب بس حب بالبلد. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.